أنا ما رضيتش أروح أنقي معاه السمك لحسن يقول إن أنا بتمنظر عليه. والله يا دكتور ما بلاش منظر على حاجة. هو بس ما بيحبش ياكل السمك في المطاعم الفايف ستارز. وبيني وبينك السمك ما بيتاكلش غير في مطاعم السمك العادية. ما تملوش بطنكوا سلطة عشان نقيت لكوا أكلة سمك من الأصل. المهم ما تكونش نقيت كتير. وإيه يعني؟ إحنا واخدين منك فلوس قد كده. آه بالنسبة بقى إن أنتوا حابشين مني فلوس قد كده، إحنا لينا قاعدة على موضوع الفلوس دي. إيه لا خلاص. موضوع الفلوس ده اتقفل يا دكتور، إحنا اتفقنا. بقول لك يا دكتور، أنا ما بحبش المثل بتاع الشاطرة تغزل برجل الحمار ده. لو أنت عايزة الديزاينات اللي عجبتك وشفتيها، كل اللي هطلبه في شغلي لازم يتحقق لي. ليش سيجارة يا دكتور؟ أكلك إيه أهو؟ أهو. استنى، هشوف مين بيكلمني ونكمل، أوكي؟ ألو. آه يا بابا. الحمد لله كويسه. ايه خير؟ مال صوتك؟ طب انت فين؟ انت عارفه ان انا اللي اخترت لك اسمك؟ عارفه يا بابا، على اسم سعاد حسني في اميره حبي انا. عشان كده عاوزك ترديها لي. اردها لك؟ تختاري لي اسم جديد، اصلهم قالوا لي ما ينفعش ابقى مسلم واسمي موريس. عبد الله قال لي انهي الاوضه. اعمل الاوضه بعد الباب. ازيك يا أميرة؟ الحمد لله. ايه اللي حصل يا أحمد؟ ذبحة صدرية. تعب فجأة فنقلناه المستشفى. بس الدكتور نقله العناية المركزة ومستنيين يطمنوا. تشربي شاي يا أميرة؟ لا متشكرة قوي مش قادرة. طمني يا مصطفى. لا الحمد لله بقى أحسن دلوقتي. مش هينفع، لازم تسيبه يستريح شوية معلش. وحياة ولادك يا مصطفى، دخلنا نطمن عليه. طب لو هتيجي تيجي انت بس معايا عادي. انا اجي ومش هخش. دول 5000 جنيه يا بنتي. بحبحي ايدك شويه وزوديهم، اختك لسه ناقصها حاجات كتير قوي لجهازها. شادي سيب العروسه العب بحاجه تانية. والست بطه بقى ناقصها ايه ان شاء الله؟ انت عارفه انت سحبه مني كام لغايه دلوقتي على حس جواز بطه؟ يا بنتي يا حبيبتي كل حاجه بقت غلا وكوى. اه بس انا مش قاعده على بنك. اتاريكو وحشتينا وبتسالوا عليا. هو انا مفيش مره اجي ازوركم او اروح ازور ابنك في بيته اللي انا جايبه له بفلوسي الا لما تطلبوا فلوس؟ انتوا ايه ما بتشبعوش؟ وانتي مفيش مره يا فريده تدينا فيها قرشين غير لما تسميه بيبون بدلنا يا اختي. ايه يا اختي البجاحه اللي بقيتي فيها دي؟ اشحال ما كنتي لهفه مني لبس باكتر من 20000 جنيه. فضلي خيرك اسمعها، مشحتهم لك مش مدياهم لك. وبعدين يا حبيبتي انت جايبهم لي بعد ما تهروا لبس ودابوا يا فريده. والهدوم اللي تحت السراير وفوق الدواليب يا اختي، مين اللي مدياهم لي؟ عادي يا فريده، اختك بقى وتجهزيها تعملي ايه؟ واحنا يا حبيبتي ما قلناكيش طعم لحمك الحي ودينا. وانت بسم الله ما شاء الله معاكي قد كده، جوزك كمان معاه، ما فيش حاجه يعني لما تقفي معانا شويه. وانا اصلي ما وقفتش. ما تفوقوا بقى وتعيشوا عيشه اهاليكم، ولا نسيتوا التربه اللي انتوا كنتوا مدفونين فيها؟ تنزل لنا يا فريده. يلا يا شادي يلا. الله يسم بدنكم زي ما بتسموا بدن. يلا يا انت يا بنت مش هتجي لي بقيه الفلوس ولا ايه؟ ايوه النمره دي اتصلت بيها النهارده اكتر من 15 مره. مين حضرتك؟ ازيك يا اميره؟ انا عبد الله. اميره انت جبت نمرتي منين؟ سرقت من موبايلنا دي. اصل هي قالت لي ان انت قلت لها ما تدخلوش. اظن ده معناه اني مش عايزاك تتصل ولا ايه؟ هو في ايه؟ انت بتكلميني كده ليه؟ عبد الله لو سمحت ما تكلمنيش تاني ايا كان السبب، ممكن؟ انت فعلا مش عايزاني اتكلم تاني؟ انا ببقى بس عايز اطمن عليكي.
انا هقفل. وارجوك يا عبد الله انا مش عايزك تتصل بيا تاني. اوكي انا اسف. فيري كويكلي تغير هدومك وتلبس البيجامه. اوكي تغسل سنانك. يلا. اوكي هو البي عنده ضيوف؟ في ضيف جه بعد ما حياتك خرجتي بربع ساعه. هم قاعدين في المكتب؟ ما اعرفش. انا ما رحتش مامتك ولا ايه؟ ازيك يا بابي؟ ازيك حبيبي؟ هاي دكتور. ازيك؟ فاكراه؟ ده اللي كان سهران معانا في الكلاب. طبعا فاكراه، واخده بالي من يومها. احنا كنا في الاوضه عشان مش عايزه اعرف. وخلاص ما بقاش فارق معايا وانت عارف كده كويس. بس انا قلت لك قبل كده يا اياد مش في البيت اللي فيه ابني. ظهور عبد الله في حياتي لخبط لي كل حاجة. أنا كنت خلاص اتعودت إن مفيش راجل هيقدر يملعي ولا يمشي كلامه علي. بس ده مش معناه إني محبتش إياد. إياد كان من شلة الصحاب النضاف لما كنت في الجامعة. حبيته من أول نظرة وقلت هو ده اللي هينقذني. والحقيقة إنه كان محترم معايا واعترف لي من أول لحظة بكل حاجة. اعترف لي إنه كده يعني. وأنا رغم كده اللي صممت إن إحنا نتجوز ونخلف. مش الجواز عقد ما بين اتنين؟ أنا مضيت مع العقد ده، عقد بيلزم ويخليني سيدة مجتمع البلد كلها تتكلم عنها في مقابل إني أكمله الشكل الاجتماعي عشان محدش يتكلم عنه. أنا أكتر واحدة مركزة في العالم، مركزة في كل اللي بيحصل حواليا وحاسبة كل حاجة بعملها بالملي ومسؤولة عنها كده. حتى وأنا نايمة مخي شغال، ولما بيتعب وأحب أديله أجازة بشرب كتير عشان ما أفكرش، وعشان أعمل أي حاجة أنا عايزاها من غير حساب. بعد خمس درينك لقيت نفسي بمسك الموبايل وبطلبك. طب اشمعنى؟ وبعدين بقى مش لسه قايله لك مش عايزه افكر؟ وبعدين ما تبقاش غلس وتقعد تسال في اسئله محتاجه تفكير كتير قوي. لعلمك بقى انا كنت عارف ان انا وانت هنقعد القعده دي. يا عم ارحم امي بقى من ارنانتك دي، عشان تبقى عارف انت مش عارف حاجه خالص. انتوا كلكم مش فاهمين حاجه خالص، وعاملين لي فيها ذئاب الجبل، وانتوا يعني غلابه. احنا اللي سايقين طول الوقت، بس مدينكم دريكسيون كده لعبه ومفهمينكم انه بجد، لكن انتوا اخركم تعملوا بيب بيب بيب. احنا اللي بنحسبها واحنا اللي بنختار، عشان كده لا ينفع نشتكي ولا نتوجع ولا نندم ولا نقول اه. شكلك متشخرمة على الآخر يا دكتورة. ده العادي، بس ما تخافش مش هقلبها لك نكد وأقول لك حكايتي مع الزمن، هقول لك حاجة تانية خالص. يوم وليلة يوم وليلة دقنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي
حبيبي زودنا عمر الحب ضلوا في يوم وليلة. أنا وحبيبي أنا وحبيبي زودنا عمر. شكلك طلعت متشخرم انت كمان يا هندسة. بين الله شو قلنا بلاش حكيت مع الزمن بقى. في يوم وليلة يوم وليلة خدنا حلاوة الحب. بس بجد حلو قوي البيت، مبروك يا فادي. الله يبارك فيك يا نادين. ميرسي. ولا حلو ولا نيل، ذوقه معفن وديزايناته تقرف. يا عبد الله الهزار التقيل ده بطل. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. وبعدين يلا ايه شغل الفلاحين المناسون ده؟ اكتشف فجأة كده انك جبت فيلا في اكتوبر؟ لا ووضبتها وفرشتها كمان؟ ده على اساس اني بشتغل في كنتاكي ولا ايه؟ يا اخي على اساس ان انا حر، جالي مزاج اعمل بيتي براحتي، ايه المشكلة؟ عشان كده طالع عره وبلدي. لعلمك بقى يا فادي البيت دمه خفيف وبسيط وشبه ده كفاية فرحة روضة بالبيوت. بس اعمل حسابك ان انا غالبا هكلمك كل خمس دقايق اطمن عليك. ستي براحتك، ان شاء الله كل دقيقه حتى. شوف الكلبه بنت الكلاب ولا فارق معاها انها تبيت من غير. طب انا هجيب بيره، حد عايز هات لي معاك. انا كمان ممكن. حاضر. ما تحترم نفس اهلك. انت مصدقه ان هو ما يقوليش انا؟ يا عبد الله ما هو طبيعي انه يبقى متلخبط ومتوتر كده بعد الطلاق. متلخبط ومتوتر معاك انت، انما انا ليه؟ على فكره روضه ما هجرتش استراليا، البنت بايت عند ابوها وراجع لي تاني بكره. دين انا مش عارف انام من غير بنتي في حضنك. طب اجي انام انا في حضنك؟ مش ابنك البكري برضه. طب بقول لك ايه، ممكن اطلب منك طلب؟ عايز ايه؟ ناس بتوع الريستورانت عايزين مني صور جديده عشان نحطهم في البروشور بتاعهم. في واحده صحفيه عايزه تعمل معايا انترفيو وعايزه كمان صور جديده. فانت حره بقى، يا تصوريني يا ادور على مصوراتي غيرك. اغرب ست عرفتها في حياتي. شوف انا نمت مع ستات كتير قد ايه، بس اللي حصل بيني وبين صاحبتي الجديده دي عمره ما حصل بيني وبين اي واحده عرفتها قبل كده. تخيل اني ما كنتش فاهم نظريه ان في اجسام بتحب بعضها من اول لبسه غير بعد اللي حصل بيني وبينها ده. غير الوقفه بتاعتك. اخ ده اللي بيسموه البيرفكت ماتش يا نادين يا اختي. كل تفصيله حصلت بينا كانت بجد بيرفكت، وحتى بعد ما الحاجات خلصت يعني. ما تضحكش قوي كده، عادة ما بعايز اغمض عينيا وافتحها الاقي اللي قدامي دي اختفت تماما. بس ده ما حصلش معاها، بالعكس كان عندي استعداد انا وهي نتحبس مع بعض ان شاء الله اسبوع. لعلمك بقى ده نوع مهم جدا من انواع الحب. حب؟ انت يالا مال كلمه حب بقت لبانه سهله في بقك كده، وبعدين ترجع تعمل لي فيها عاشق الروح وما حبيتش في حياتك الا اميره قليني. طب ومريم فاكرها دي اللي لو كنت اتجوزت اول ما بلغت كان زمان عندك بنت قدها؟ مش هي دي اللي انت قعدت يوم كامل تحفظ حيره من البغبغان بتاعك ازاي اغني لها بالفصاد بذمه اهلك؟ مش دي حركات تخلي اي واحده تتعلق بواحد؟ ده ايه الانانيه دي؟ وانا يا عبد الله جاي تلعب معايا لعبه صاحب المجدع اللي جاي يلهيني عن حكايه بنتي اللي اول مره تبيت بعيد عن حضني من يوم ما اتولدت؟ انت يا عبد الله مش شايف غير نفسك؟ مش حاسس غير بنفسك؟ جاي النهاردة تتكلم عن نفسك؟ تحكي عن حدوتك الجديدة وصحبتك الجديدة؟ بعد إذن سيادتك يا عم الحاج، في ناس غيرك في الدنيا لما بيبقى عندهم مشاكل زي حالاتي كده بتبقى مشاكلهم هم أهم بالنسبة لهم منك ومن أنواع حبك. نادين في إيه؟ أنا ما كانش قصدي. خلاص خلصنا. مامي هي يا ستي ما رضيتش تبات عندي. معلش يا فادي انا اسفه عشان اول مره، بس تعالى اتفضل. لا لا انا همشي على طول، بس شنطتها اهي. انت عارفه ده ليه ما خليتش عبد الله يعمل لي البيت؟ عشان يبقى في حاجه في حياتي ما بتفكرنيش بيها. صباح الخير.
عبد الله مش زي اخويا وعمره ما كان اخويا. من يوم ما عرفته حاولت كتير اعتبره اخويا، ما عرفتش. هو حب اميرة وهي حبته، وانا فادي حبني وتهيألي اني هعرف احبه، مع انه اطيب وانبل من عبد الله الف مرة. وانا حاولت اخبي عن فادي طول الوقت، بس هو حس عشان هو مش غبي، مع ان عمري ما حد حبني قد فادي. عمري ما تمنيت ان ابقى انا السبب في ان عبد الله وفادي ما يعرفوش يتعاملوا مع بعض.